المخدرات. المخدرات او يعني انطقها صح المخدرات، جاي من مخدر يعني. المخدرات دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه، حلوه جدا، حلوه جدا، حلوه جدا. بس احنا مش واخدين بالنا. يعني ايه حلوه جدا واحنا مش واخدين بالنا؟ يعني يا ريت المخدرات او المخدرات تبقى موجوده وناخدها، لان بتسبب لنا سعاده. يعني طبعا مش كلها، يعني جزء كبير من المخدرات بيسبب لنا سعاده، فدي حاجه كويسه وبتسكن الالم، دي حاجه كويسه. اذا المخدرات في حد ذاتها طبعا شيء كويس، ده اول خطوه عشان لما احنا خدام، عشان لما نتعامل مع اولادنا ونتقابل مع شخص هيدمن او مدمن او داخل في الادمان ما نقولوش مخدرات وحشه. هي ليها اضرار، ليها سلبيات، ليها نتائج وحشه، لكن هي في حد ذاتها. بس طبعا احنا مش هنتغزل في المخدرات معايا يعني، لكن لازم نفهم لما يقول لنا المخدرات كويسه نبقى فاهمين ده هي ليه كويسه. دي رقم واحد. النهارده هنتكلم عن حاجتين من غير تطويل، بس لازم نفهم كويس ان المدمن او المخدوم بتاعنا لو بعد عن ربنا شويه اكيد هيبقى في خطر، مخدرات، جنس، انحرافات، سرقه، مش عارف ايه. فاحنا مهمتنا كخدام، وانا واحد منكم طبعا وبعترف قدامكم انا مقصر في خدمتي بس بحاول، يعني المخدوم لو خرج من تحت رعايتي او تحت عينيا ما تضمنش ممكن يتعرض لايه. بصوا بالبلدي كده ما حدش بيقول يا رب بليني، صح؟ يعني مدمن المخدرات اللي في سن ثانوي او جامعه او ايا كان وظيفته او ايا كان سنه، ده كان ضحيه لمجتمع وضحيه الاسره وضحيه الكنيسه. يعني في ثلاث عوامل بتاثر فيه: الاسره، الكنيسه، المجتمع. وهي دي اسباب ان الشخص يقع في المخدرات. بصوا احنا هنتكلم عن اسباب الوقوع في المخدرات. في اسباب ليه هنتكلم عن الاسباب انتوا ممكن تكونوا عارفينها، بس هي الفكره في ايه؟ لما الاقي بنت من بناتنا او ولد من ولادنا في حاجة شبه كده بيتعرض لها اللي أنا هقوله ده، يبقى لا نفتح عينينا ونخلي بالنا منه. أنا بخدم المفروض ستة ابتدائي يعني، بس أنا بخدم إدمان من بدري من زمان. مش بقول لكم كده عشان مجد بطل ولا حاجة، لكن بقول لكم كده عشان بس إيه، أنا احتكيت بالمدمنين كتير. أنا دفعة خدمة 96 وقعدت 4 سنين كده أخدم في كل الخدمات أو 10 سنين أخدم في كل الخدمات يعني، بس أنا يمكن من سنه 2000 بخدم مدمنين. فبقى لي يعني احتكاك مع المدمنين بقى لي كام سنه؟ بتاع 15 16 سنه، ممكن 18 سنه يعني، ما اعرفش. لما قابلت مجموعه مدمنين وهم 13 مدمن في مركز انا باخد فيه كورس عشان اتعلم ازاي اتعامل معاهم، ال 13 مدمن قلنا لهم مين بيحب الخدام فيكم بيحب الاباء الكهنه؟ واحد بس طلع هو اللي بيحب الخدام وبيحب الاباء الكهنه، وال 12 مش بيحبوا الخدام ولا الاباء الكهنه. انا بوصل لكم رساله ناس مدمنه وخفت. طب ليه؟ ايه مشكلتك مع الخدام؟ هو ما وصلوش الحب اللي في قلوبكم، هو وصلوا تعليم، وصلوا تدريس، وصلوا كلمتين بنقولهم وخلاص، ما وصلوش الاحتواء، ما وصلوش ان حد يفهمه. كان كل اللي بيكلمه بيوعظه، هو شبعان وعظ، هو زهقان من نفسه ان هو كده، هو عايز يقوم، عايز حد يشده، هو عايز حد يشده مش عايز حد يوعظه، زهق وعظ. ما هو في البيت مصبحينه وممسيينه، هو عايز حد يحتويه، عايز حد يفهمه. انا كنت قاعد مع واحد مدمن من كام يوم، قلت له تحب نتقابل فين؟ قال لي نتقابل على القهوه. قلت له يا عم تعالى على القهوه عادي. فبيقول لي عارف انا بحب اقعد معاك ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان انت فاهمني. قلت له لا مش فاهمك بصراحه، بس انا واخدك على قد عقلك. وقعدنا نضحك مع بعض لحد ما خرج اللي جواه عشان اعرف اتعامل معاه يعني. اسباب الوقوع في الادمان 3 اسباب. اول سبب اسباب تخص الفرد، وتاني سبب اسباب تخص الماده المخدره، وتالت سبب اسباب تخص البيئه. ففي حاجه تخص الفرد وحاجه تخص الماده وحاجه تخص البيئه. ايه الاسباب اللي تخص الفرد؟ الاسباب اللي تخص الفرد اول حاجه البعد عن ربنا. البعد عن ربنا سبب مش للمخدرات بس، قلت لكم حاجات كتير. اوعوا بقى ضميركم يرتاح ونقول ان خلاص بقى ما هو بعيد عن ربنا، لا، البعد عن ربنا ده مسؤوليه كنت ومسؤوليه انا. البعد عن ربنا ده ما حدش يعني، اللي اتلذذ بربنا وشبع من ربنا وحب ربنا اكيد هيبقى موجود في الكنيسه. واللي مش فاهم حاجه عن ربنا اذا كان كويس ولا وحش ولا بيريح ولا مريح مش فاهم حاجه، فهيبقى بره الكنيسه. الناس الشبعانه بتدوس العسل، صح؟
وللنفس الجائعة كل مر حلو، ده في سفر الأمثال. فلما نلاقي شوية شباب بعيد عن الكنيسة ما بيجوش، لا لازم نضمهم نجيبهم، لازم نقعد معاهم. أنا سألت أستاذ رشدي قلت له أغلب الخدام خدام سن كام؟ قال لي في إعدادي وفي ثانوي كتير يعني. فدي مرحلة معقدة جدا بتاعت إعدادي وثانوي دي. فالولاد اللي ما بتخش الاجتماع، أنا خدمت إعدادي وثانوي فترة يعني، الجماعة اللي بيخشوا الاجتماع دول قابلوهم على القهوة، قابلوهم في أي حتة، اقعدوا معاهم في النادي، اقعدوا معاهم على القهوة، اللي يقدر يقعد على القهوة منكم يعني، هو مش عيب، أنا بقعد على القهوة من زمان. اقعدوا معاهم في أي حتة. مش قادرين تقعدوا معاهم روحوا لهم البيت. وما تتكلموش عن ربنا كتير، ما تتكلموش عن ربنا كتير، مش في الأول. خليه بس يصاحبك الأول واثق في كلامك ويحبك، وبعدين خش بقى مع ربنا. يعني إحنا لما بنتكلم شخص مدمن، أنا بقالي 10 سنين بتعامل مع حال عايزه يخف، 10 سنين مش بكلمه عن ربنا خالص، ربنا يقدر يوصل له. لكن بنحاول نتكلم معاه ويكتشف مشاكله ونعالجه نفسيا ونخش معاه في حاجات كتيرة جدا يعني. وننزل بربنا في الآخر كده. يعني أول ما يبدأ يفهم ويوعى نبدأ ننزل بربنا. فأول حاجة البعد عن ربنا، ودي نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة جدا، مش السبب فيها هو، السبب فيها من أول ما دخل كيجي أو دخل مدارس الأحد ما حبش الكنيسة وبدأ يبعد عن الكنيسة. تاني حاجة، في أفكار ومعتقدات غلط. الأفكار والمعتقدات الغلط دي ممكن يكون إحنا ما صححناهاش للشباب بتوعنا. إيه الأفكار الغلط دي؟ في مرحلة المراهقة بيبدأ يشرب سجاير عشان خاطر يحس برجولته. طب يحس برجولته ليه؟ ممكن يكون في البيت قاهرينه، مضايقينه في البيت، او المجتمع اللي حواليه قاهره، مش محسسه بقيمته. الكلام ده ينطبق على البنات طبعا، فهو عايز يثبت ان هو راجل، بيقلد الكبار. تاني حاجه، في يعني اشاعه كده ان هي بتساعد على الابداع. هي بتساعد ان واحد ايه يبقى دمه خفيف في صهل البتاع، ممكن يبدع في حاجه، فهو بيمسك في ديت بقى، لان في مشاهير بيشربوا حشيش او بيشربوا خمره وابدعوا يعني. تالت نقطة، بتساعد على الاسترخاء. في بنت كانت بتشرب سجاير، فقلت لها انا عايز بس اعرف احساسك في اول مرة شربت سجاير. هو السؤال ده كان غلط، بس انا سألته لها يعني، عايز اعرف احساسك في اول مرة شربت سجارة. قالت لي الاحساس كان جميل يا شكري. قلت لها ايه يعني جميل ازاي يعني؟ قالت لي اول ما شربت السجارة حسيت يعني ان انا شبه حد اعرفه، كان بالنسبة لي قدوة يعني. طبعا القدوة ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، حللني يا ابويا. فقالت لي اول ما خدت السجارة دي، سجارة عادية مش سجارة فيها حشو ولا حاجة يعني، سجارة عادية، قالت لي اتخمت، نمت، كان بقالي فترة مش بعرف انام، فاخدت السجارة كده وحسيت ان هي اشتغلت معايا جامد ونمت وبقيت اتعودت عليها، ما بقتش انام الا ما اخد اشرب سجارة وبتاع. فده يعني اشاعة بتقول ان هي بتساعد على الاسترخاء. هي بتساعد على الاسترخاء دي المخدرات فعلا، لكن انا بتكلم هنا على ان في ناس بتاخدها عشان ايه تهدي نفسيتها شوية او تبعد عن المشاكل شوية. رابع حاجة، بيقولوا نبات أخضر طبيعي. طب ما الحشيش ده يعني ما هو بيتزرع، وده نبات مش مضاف عليه أي حاجة، إيه المشكلة يعني؟ ما بيضرش طبعا. الحشيش بيتضرب بمواد كيماوية عشان يمسك في الجسم، الواحد ما يبطلهوش بسهولة يعني. إنما الحشيش الخام ما بيأذيش قوي، والشخص يقدر يبطله بسهولة أكتر، لأن ملوش أعراض انسحاب جامدة، ملوش أعراض انسحاب جامدة. حد عايز يسأل يعني إيه أعراض انسحاب؟ أعراض انسحاب الوقت اللي بيخرج فيه المخدر من جسم المدمن، ودي اصعب فتره. فبيحتاج يتعملوا حاجه اسمها ديتوكسيكيشن، هقولها لكم بعدين يعني. النقطه اللي بعد كده، خامس نقطه، بيقول المخدرات بتدي نشاط جنسي، بتدي نشاط جنسي، ودي طبعا حاجه منتشره. هي فيها جزء من الصح وجزء من الغلط. خلونا ندرس دي في نقطه تكون متخصصه شويه لخدام يعني، لو في حد بيساعد مدمنين او بيساعد ناس منحرفين ممكن نتكلم معهم يعني، بس هي فيها جزء صح في موضوع النشاط الجنسي. بتساعد على التركيز والسهر في المذاكره، وفعلا في بنات كنت قابلت بنتين في هندسه بياخدوا ترامادول عشان خاطر يسهروا ويذاكروا، فهم يعني زي صحباتهم بياخدوا، فقابلتهم فكلمتهم فبطلوا بعد ما خلصوا الامتحانات يعني، بس ده اللي حصل. وفي ام كانت بتجيب لابنها حشيش فتره الامتحانات، قال لها بص هجيب حشيش هذاكر، مش هجيب حشيش مش هذاكر، فما جابتلوش حشيش راح سقط. فجيت قالت لي اعمل ايه؟ ما عرفتش اقول لها ايه بصراحه. كان قبل الامتحانات باسبوع قال لها بصي هتجيبي لي حشيش هذاكر وانجح، مش هتجيبي حشيش زي السنه اللي فاتت هسقط لك. فقالت لي انا جبت له حشيش بصراحه، بس كان بيت قدامي ما كانش بيشرب بره مع اصحابه، فكان بيجيب له حشيش كل يوم وكان يشرب ويذاكر وكان الدنيا تمام يعني. انا بتكلم عن واقع. احنا قلنا اول حاجه البعد عن ربنا، الافكار الغلط انا اتكلمنا فيها. ثالث حاجه، في شخصيات مضطربه،
شخصيه نفسيتها مضطربه مش مظبوطه، شخصيه سيكوباتيه انطوائيه، شخصيه قلقه، شخصيه عندها اكتئاب، شخصيه غير ناضجه، ده تكتشفوه. الشخص اللي بيغلط كتير ويعتذر كتير، يغلط كتير ويعتذر كتير، يغلط كتير ويعتذر كتير، ده عنده مشكله. الشخص اللي ما بيكلمش حد قاعد في الاجتماع كده يضحك بالعافيه ويتكلم بالعافيه، لازم تخرجوه من القصه دي. الشخص السيكوباتي اللي بيأذي الناس وبيأذي نفسه، ده لازم برضو تحطوا عينكم عليه. الشخص القلق المتوتر، الناس دي كلها عندها مشاكل، دي شخصيات قابلة ان هي تدمن. فاحنا في خدمتنا نركز على الفئات ديت. يعني في ناس كتيره دخلوا المخدرات والادمان نتيجه حوادث حصلت لهم، في ناس دخلوا نتيجه كسور او مشكله في العمود الفقري. انا لسه كنت قاعد مع واحد، يعني ليه بنت وولد كبار، كان عنده مشكله في العمود الفقري، ففي واحد قال له خد ترامادول، ده بيسكن. هو فعلا بيسكن ومش بيسكن، ده بيقتل الالم، بين كيلر يعني، الدكاتره عارفين. هو مش بيسكن، ده بيقتل الالم، حاجه اكبر من ان هو يسكن. فالشخص مهما كان عنده مشكله، ما فيش اي ازمه واي مشكله خالص، فبياخدوا علاج لحد ما يدمنه، ما بيقدرش يبطله. طبعا لازم يزود الجرعه، هو ده الادمان. الكسور والحروق والسرطانات دي الحالات اللي بيكتب فيها الترامادول عاده، يعني الكسور مش العاديه، الكسور المضاعفه اللي فيها شرايح ومسامير، ممكن الدكتور يكتب على حاجه بسيطه كده في الاول. والحروق والسرطانات بيكتبوا فيها ترامادول يعني، بس الشخص ممكن يدمنها. النقطه السادسه دي مهمه قوي، واعتقد مش اعتقد يعني شبه متاكد ان المعلومه دي يمكن كلكم اول مره تسمعوها. في عامل وراثي في المخدرات، في عامل وراثي. يعني ايه عامل وراثي؟ يعني المدمن يطلع عياله مدمنين. عملوا دراسات وابحاث كتيره جدا في الموضوع دوت، اكتشفوا ايه بقى؟ اكتشفوا ان الخمور فيها عامل بيولوجي او وراثي. الخمور. ولذلك لما نكون بنخدم ونلاقي مثلا اب مدمن، نخلي بالنا قوي من العيال، حتى لو في ابتدائي، حتى لو في اعدادي ثانوي، نخلي بالنا قوي منهم. وعاده يعني انا الكلام ده مش موثق، بس انا لاحظته في نطاق معين عندي في الشغل. عاده العيله اللي بتستقبل السنه الجديده بالخمره، اللي بيستقبلوا ربنا في السنه الجديده بالخمره، العيله دي لو دورتوا كده في الشجره بتاعتها، هتلاقي في فروع بعيدة أو قريبة، في فروع فيها برضو نفس المشكلة بتاعت الخمور دي. يعني مثلا ممكن أنا يعني واحد صاحبي في الشغل بيشرب خمرة لتر أساس السنة. أنت بتشرب مع مين؟ يقول لي مع عمي. مين في العيلة تاني بيشرب يا عم؟ قال لي خالي بس في فرنسا. ومين تاني؟ مش عارف مين في. فلقيت العيلة فيها كده إيه، أجزاء لدعة كده في حتت معينة. فالخمور فيها عامل بيولوجي. والكلام يعني ايه عامل بيولوجي؟ يعني الشخص بيبقى ميال انه يشرب خمره، اول ما يدوقها او يشوفها تلاقي ايه عامل جيني. وده يقول لنا ايه؟ يقول لنا لما نلاقي واحد شاب في جامعه ولا لسه متخرج او لسه متجوز جديد وبيشرب خمره والعيله فيها حاجه زي كده، ما نتهموش بقى ونكسره، احنا نحتويه، ده شخص مريض حتى لو بيشرب حاجه ثانيه غير الخمره. المدمن يا جماعه شخص مريض، شخص مريض، احتووه لموه، ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا، ممكن يعمل اي حاجه ويبيع اي حد ويتصرف اي تصرف، بس هو عايز حد يحبه ويفهمه ويحتويه. الوظيفه والمهنه عامل من عوامل الادمان. الشباب اللي بيشتغلوا في البارات او في الفنادق وبيتعرض، وفي شرم الشيخ مش عارف ايه والمناطق السياحيه، وبيتعرض ان هو وظيفته يكون فيها خمره او حاجات زي كده، بيتعرض للهيروين والخمور. فبعض الشباب بيخشوا في الموضوع بسبب وظيفتهم، او ان هو يكون بيشتغل في مستشفى وقدامه الدولاب والدنيا بياخد اللي هو عايزه. يعني دي اسباب تخص الفرد. معلش انا عارف ان الموضوع مزعج او يعني نقطه كتير، بس انا كنت حابب اقول لكم الاسباب اللي تخص الفرد. السببين التانيين ممكن لو الفيلم اشتغل ولا باظ اشتغل. طيب نشغل القصه دي حقيقيه. الشاب ده شاب طبيعي ومتفوق، لو تلاحظوا هو طبعا مسلم او مسيحي مش دي مشكلتنا، لكن مفيش اي دور ديني في القصه ديت. القصه دي على مستوى خدام ينفع نشغلها، يعني عشان فيها برضو كم منظر كده للتعاطي وما اعرفش ايه، بس انا يعني شغلتها واتناقشت فيها في اجتماعات كتير. مش هشرحها ولا هعلق عليها كتير، بس خدوا بالكم اول ما يبدا الفيلم هتلاقوا ان الاب والام بيتخانقوا، الولد ملوش اصحاب كويسين، يعني هنخش برضو في البيئه اللي حواليه. شخصيته مش جامده. كان في مجموعه في الفيلم، نوقف يا ميس ثانيه، في مجموعه في الفيلم اول سيجاره خدها او اول وقت يدوق في الخمره، كان في ثلاث شباب ومعاهم بنت كويسين دماغهم نظيفه، قالوا ايه اللي بيحصل ده وسابوهم ومشوا. خدوا بالكم كل ثانيه في الفيلم ده بتعبر عن، يعني ممكن نشرحه في ساعتين ثلاثه، بس انتوا ركزوا فيه.
هتفهموا الفيلم ده حاجات كتيره جدا جدا يعني. القصه دي بتتعرض طبعا في كنيسه في جامع في اي حته، ركزوا فيها. وبعدين لو حبيتوا تسالوا ممكن تسالوا، وبعدين انا هكمل النقطتين اللي فاضلين. اتفضل يا مس. كفايه كلام في الموضوع ده، دماغي وجعتني. امال اتكلم مع مين؟ مش دي حاجات تخصنا؟ احنا عيله يا نجيب. ارحميني بقى، مش عارف اذاكر، انا كده مش هخش طب. حرام عليك. انا ياسر نجيب، شاب مصري كان عندي احلام كتير، ودي حكايتي. كنت بطل مصر مسافات قصيره تحت 18 سنه، كل المشاكل اللي في البيت حياتي كلها كانت مذاكرة وتدريب. نجحت في الثانوية العامة وجبت مجموع كبير. ألف مبروك يا حبيبي. عارفة يا ماما دلوقتي ممكن اقدم في احسن الجامعات وفي اي مكان. اه بس مكان تكون مصاريفه معقوله. المجموع اللي انا جايبه وعدد البطولات اللي انا واخدها بتجيب لي منحه في جامعه في اوروبا. الحاجه الوحيده اللي هدفعها تذكره الطيار، مدرب الفرقه اللي قال لي على الفكره دي. طيب لو كده قدم. الواد لسه صغير على السفر. لو مش هتسفره انا هسفره. والله انت حره. طب وبتاخدي رايي ليه ما دام انت حكمتي بكده؟ خد شويه فيتامين للنفسيه هيخليها كده. ماليش فيه. ازيكم يا جماعة؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا مالناش في الكلام ده يا جماعة، يلا بينا. فوتت التمرين تاني؟ في حاجة يا حبيبي؟ تعبان شوية بس.
طب خد الظرف ده جالك. مش معقول اتقبلت في الترم التاني كمان 8 شهور. السيجارة دي من ريحتها غريبة كده ليه؟ عشان دي مش زي اي سجارة. طب ممكن اجربها؟ دنيا هتهرجي. ليه؟ عشان عايز تشرب مخدرات من غير ما تقولي؟ مخدرات ايه بس؟ ده حشيش نبات طبيعي يا جماعة. طب ما هو نبات طبيعي، مش عايز تديه نفس ليه؟ عشان في ناس تقدر وناس لا. وانا الناس اللي لا. انتي الناس كلها. ما تيجي نغير الموضوع. ايش يا شباب؟ يلا 5 دقايق وجاي. تقصد ساعتين؟ على فكرة انا لازم اروح كمان نص ساعة، ممكن اجي معاك؟ انت عارفة انه ما ينفعش. خلاص اروح انا طالما في الاهم مني دلوقتي. دنيا ما تبقيش كده، 5 دقايق وحاجة. انا مش قادر اصدق قد ايه مهم انه يبقى عامل دماغ. هو في ايه؟ انا كمان اخويا بقى فظيع. قوليلي انت عمرك جربتي؟ لا. طب تحبي تجربي؟ بجد نفسي اعرف ايه اللي بيعجبهم في كده. على هو انا عارف اخويا بيخبي حاجاته فيه. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام. عيب عليك يا برنس، جبت لك اصل مغزى رجاله مفيش بونجو. الحكومه اصلها مفتحه عينيها علينا اول يومين دول، انما الدماغ مش راح تغلب. ايه رايكوا تاخدوا تذكرتين هروين تشدوا فيهم لغايه بكره؟ اهو يكون باين شويه خط سير. ايه رايك؟ اسبوعين بتاخد هيروين. احنا حالتنا بقت حالة يا ياسر، والهباب اللي احنا بناخده ده طلع اكبر مننا بكتير. انا خلاص عايز ابطل، لازم ابطل والاقي نفسي رايح اجيب تاني. مش قادر ياسر. انا هروح اتعالج واخش مصحة. بس عشان انت صاحبي. بص الفيلم لسه فيه شوية، بس انا يعني حابب نقطع كده. هو هيكمل ويسرق وواحد صاحبهم هما بيشرب مع بعض هيموت، فهيرموه في الشارع فهيتقبض عليه، وهو في السجن هيكتشف ان عنده ايدز من الحقن وهيتعايش مع الموضوع وهو في السجن يعني. والبنت طبعا ضاعت. لو تلاحظوا البنت معجبه بيه ان هو بيشرب خمره او سجاير، وصاحبتها قالت لها ما تيجي نجرب، ففعلا جربت ومشيت غلط. يعني قصه كده ايه، حزينه شويه. السبب الثاني بسرعه كده يخص الماده. وجود المخدرات بكثره في كل حته ده خلى الشباب يخشوا فيها جامد ورخيصه، فما بقاش في مشكله ان واحد يجيب مخدرات من اي حته. كل منطقه فيها دولاب واثنين وثلاثه دولاب، يعني تاجر كبير بيبيع يعني. السبب الثالث يخص البيئه المحيطه. البيئه المحيطه دي ممكن تكون الكنيسه رفضت الشخص، ما احتوتهوش. يعني انا مش عايز احكي مواقف حصلت في الخدمه، خلينا ايجابيين شويه. بس الشخص ممكن بسبب حاجه معينه هو ضعيف وقابل للكسر في اي موقف ممكن يكون عادي فيكسر الشخص خالص. فلازم نكون منتبهين لكده، بمعنى ان احنا ممكن نفرق في المعامله، بس مش على المستوى طبعا العام، على المستوى الفردي ممكن نفرق في المعامله عشان نحتوي شخص معين. ده مطلوب ومهم. كل واحد بيتعامل حسب قوته وحسب ادراكه وحسب حاجات كتير وظروفه الشخصية. المشاكل اللي تخص البيئة تاني الأصحاب بيعرفوا يغووا بعض كويس جدا جدا، ويعرفوا يقنعوا بعض كويس جدا بأي حاجة زي ما انت شفتوا. يعني مهم قوي ان احنا نبقى أصحاب للولاد، خصوصا بقول يعني خدام اعداد وثانوي، ولاد وبنات طبعا. في بنات كتير، مش كتير يعني، خلوني ايه دقيق شوية. في عندنا بنات في المنطقة مدمنات وداخلين في علاقات صعبة ومحدش عارف يخش لهم، لان مفيش خادمه مصاحباهم. البنت رافضه كل الخادمات فمحدش عارف يتكلم معاها خالص،
وطبعا مش هتسمع يعني ابونا، لان ابونا بالنسبه لها ما ينفعش تكلمه في اي حاجه يعني. فدي نقطه مهمه، ولازم تكون خادمه قويه عشان ايه ما تتاثرش باللي هي هتقوله لها يعني. انا عايز اقفل على كده عشان لو في اسئله نتكلم. انا بس فتحت الموضوع، انا بس جالي سؤال عايز اجاوب عليه. في طفل عنده 5 سنين، الطفل ده بيحب الحلاوه قوي، الحلويات، و بيتضايق وبيدور عليها في كل حته وبيعيط بشده لما، وبيبقى عنيف كمان لو حد منع عنه الحلويات. انا عدت عليا فتره ادمنت الفيسبوك، انا بكلم بجد يعني مش بهزر، انا ادمنت الفيسبوك، لقيت نفسي على طول فاتحه على طول فاتحه في الشغل مش عارف فين هنا فقفلته. قفلته يوم 11/8، خدت قرار كده وانا قاعد كده قلت ايه اللي بيحصل، انا قاعد اكلم الناس على الادمان وانا ادمنت الفيسبوك. قفلته 11/8، عملت له حتى دي اكتف عشان ما حدش يلاقيني يعني، وبتعامل عادي بس بقول للناس انا قفلته عشان ما حدش يفتكر اني عامل له بلوك ولا حاجه، والدنيا جميله ومريحه وما فيش اي مشكله خالص. اول كام يوم كنت متضايق طبعا ومتوتر وعايز اعرف الاخبار، ومراتي وهي فاتحه الفيسبوك احاول طب ابص بس بص كده اعرف. فيعني الحمد لله اتعالجت، بقى لي دلوقتي 3 شهور وشويه، فمفيش ازمه خالص يعني. شوفيت ومش عايز افتحه، حاسس ان هو حاجه كانت بتضيع وقتي، وحاسس ان هو حاجه سخيفه، وحاسس ان هو حاجه، وافضل افكر فلان قال ده عليا ولا قال على غيري، طب فلان قال كده ليه، وحوار كده فاكس خالص يعني بالبلد يعني. بس انا كان بيفيدني في حاجات كتير، لان كنت بتعلم لغه في وقتها من بدري، فافادني في حاجات كتير. لكن لما وصلت ان انا ادمنته، فاتح على طول في المواصلات، واقف في اشاره بالعربيه، الموضوع بقى مزعج يعني. انا حاسس بنفسي ان ده مش طبيعي، ابني بيتكلم معايا، طب استنى يا حبيبي شويه بس اشوف الاخبار بس وارجع لك. الواد يقول انت ماسك الموبايل على طول، قلت لا موبايلي ادي الموبايل، مش ازمه يعني خالص. فنلاحظ نفسنا احنا حتى خدام يعني. الحلويات ادمان، العلاقات ادمان، اي حاجه ممكن تبقى ادمان. يعني ايه ادمان؟ ادمان يعني انت بدات الحاجه بجرعه صغيره ومش قادر تسيطر ولا توقف. الادمان هو فقدان السيطره، قاعد تزود تزود تزود، واللي يحصل يحصل، تسرق وتهاجم وتضرب وتعمل انت عايزه، هو ده الادمان. الادمان انك فقد السيطره على شيء، فطول ما انت فقد السيطره عليه وتقول هقلل مش بتعرف تقلل، هو ده الادمان. انا مش عايز اخش في حاجات اكاديميه يعني. نعمل ايه في الولاد اللي بيشربوا السجاير على باب الكنائس؟ سوري، الولد، بصي انا ما اعرفش علاجه ايه، ما تعاملش مع حاله ولد بيحب الحلويات قوي كده، بس اللي اعرفه في علاج الادمان ان انت تقلل الجرعه واحده واحده، ده لو اي حاجه غير المخدرات. المخدرات بتبقى مره واحده، المخدرات، طب خليني اقول المخدرات الاول وبعدين ارجع لك. بنعالج المخدرات ازاي؟ العلاج بيتم على مرحلتين، ايا كان المدمن، خمره، هيروين، هو المخدرات 3 حاجات يعني، ميه، الميه يعني الخمره، ودخان، اي حاجه زي الحشيش او البانجو بتتدخن، وثالث حاجه الكيمياء. الكيمياء بقى الترامادول ومشتقاته، والتامول والالترادول والتراماكس ده كله، والهيروين طبعا، كل ده اسمه كيمياء. فكل انواع المخدرات بتتعالج بطريقه واحده، اللي هو ايه؟ اول حاجه بنعمل حاجه اسمها ديتوكسيكيشن للشخص، يعني سحب السموم، يعني بنحجزه في مكان اسبوع 10 ايام، نحجز السموم، نطلع منه السموم يعني. الفتره دي بياخد فيها 3 انواع من الادويه، حاجه تسكن الالم، وحاجه تقلل التوتر والارق، وحاجه تنيمه، يعني انا عايزه ينام وجسمه مرتاح ونفسيته مرتاح. فهو بياخد 3 انواع من الادويه اي مدمن. بعد الاسبوع 10 ايام هو بيفتكر ان هو خف خلاص. قلت له يا ابني ما كانش حد غلب، الموضوع مش اسبوع 10 ايام، في لسه 6 شهور علاج، ممكن تبقى 4 شهور في بعض المراكز او 5 شهور. فالمتعارف يا 4 شهور يا 6 شهور. طب ال 4 و6 شهور بيعمل ايه؟ ما هو خلاص المخدرات طلعت من الجسم، ما طلعتش من العقل، ما طلعتش من المخ. هو مش صحي لقى نفسه مدمن، هو صحي في غفله من الاسره، وفي غفله من الكنيسه، وفي غفله من كل حاجه، وفي غفله من نفسه، وبدا يخش واحده واحده. عاده، مش عاده، 75% من اللي دخلوا المخدرات بداوا بالسجاير، 3/4 المدمنين بداوا بالسجاير. فاحنا بنحاول نوقف شويه العيال اللي بتشرب سجاير، نحاول نساعدهم ان هم يبطلوا، نديهم سيدي، نشغل لهم فيلم زي دوت بطريقه غير مباشره، مش بيحبوا الوعظ هم، نحكي حكايه قدامهم كده عن واحد مات بسبب ان جاله سرطان بسبب السجاير، يعني وصل الرساله بطريقه غير مباشره. وصلها بطريقه مباشره لما يكون هو انت حبيبه قوي وبيسمعك قوي وعنده استعداد يعمل كده. لكن واحد ما عندوش استعداد يعمل حاجه وانت شايفه كده فتقول له ربنا يزعل منك ومش عارف ايه وحرام ومش حرام، ما ينفعش يعني.
فموضوع الولد اللي بياخد حلويات ده كتير ده اعتقد ممكن نقلل واحده واحده ونشغله بحاجه تانية يكون بيحبها زي الفاكهه او اي حاجه كده، نحاول نخرجه كتير نشغله ما دام طفل صغير يعني ملاهي مش عارف ايه، نضيع وقته بمعنى اصح، نبعده شويه، نتجنب ان احنا نقف في سوبر ماركت او حاجه زي كده. بس اول خطوه ان احنا ما نمنعوش، هنقلل واحده واحده، نقلل واحده واحده ويجرب انواع جديده مش لازم نفس الانواع، وبعدين يبدا يخش في الفواكه وحاجات تانية تشغله يعني. اعتقد ده هيبقى مناسب يعني، وممكن يحتاج لدكتور لو الموضوع، لان في يعني مثلا لو مدمن شوكولاته، الشوكولاته فيها كافيين، وفي ناس مدمنه شوكولاته بيجيب 3 قوالب في اليوم وياكلهم مره واحده، وفي اعراض انسحاب يعني لو بطل فعلا ممكن يموت يعني. اعراض الانسحاب دي ربنا ما يبارك، صعبه جدا اعراض الانسحاب بتاعه الادمان. اخطر اعراض الانسحاب بتاعه الخمور، الهيروين مش زي الخمر، الهيروين اخف شويه من الخمر. مدمن الخمور ممكن يموت وهو بيعمل ديتوكسيكيشن واحنا بنسحب منه الماده يعني، فده مهم جدا يعني. طبعا مركز الحياه الافضل بيعالج مدمنين اللي هو جنب العذراء وقديس اثناسيوس، بس دايما عنده ويتنج ليست. وفي مركز الحريه، انا عشان اتعامل مع مدمن باخد دوره مدتها سنه، بقالي فيها 4 شهور دلوقتي، فدوره مدتها سنه، مع اني بقالي 15 سنه بتعامل معاهم، بس انا عايز ابقى بروفيشنال يعني، لان باخد حاجه اسمها فارماكولوجي، بمعنى ابقى عارف الماده دي لو خدها وهو مثلا ضغطه عالي او واطي او عنده سكر او عنده مشكله او عنده، ابقى فاهم حتى الادويه بتعمل ايه كده كده. لما بقابل مدمن بعرف هو واخد ايه من قبل ما يتكلم معايا من شكله، وبعرف واخد بقاله قد ايه، لسه واخد ولا الاعراض ولا الجرعه لسه هيطلبها، من الخبره يعني. انا مره كنت قاعد مع واحد في البيت لقيته نام، وانا قاعد معاه نام نعس قاعد كده، قلت له عامل كده، طب خرجنا مشينا، طيب انت سيبنا قاعد على الباب. فهو طبعا سايب، انا بضحك بس هو سايب عليا، طب هعمل ايه يعني. قاعد معاه اول ما لقيته قلت له طب بص انا هاجي لك وقت تاني، لان ما ينفعش اقعد معاه وهو ضارب خالص، لا هو سامعني ولا شايفني. انسب وقت تقعد مع المدمن فيه لما يكون لسه واخد الجرعه، لسه واخدها، الجسم مرتاح والدنيا تمام ومتسلطن يسمعك. طبعا ممكن يفوت كلامك بس فاهمك، لكن لما يكون يعني واخد جرعه جديده لسه واخدها، مش لسه واخدها دلوقتي يعني، بعد ما الجرعه بس تشتغل كده ويقدر يفوق يعني. لما كل لسه واخد جرعه جديده او بيدور على جرعه مش هيسمعك ولا يشوفك يعني. انت كنت عايز تسال سؤال؟ اتفضل. الحشيش مش ادمان، هصحح المعلومه بس. الحشيش في تجار بيخلطوا عليه انواع من البراشيم عشان يمسك في الجسم، عشان لكن الحشيش المفروض ان هو ادمان عاده او سلوك، بمعنى ان ممكن مدمن الحشيش بالذات يبطل في البيت، ممكن مدمن الحشيش بالذات يبطل في البيت مش هيحصل له حاجه، ومن غير ادويه هيبقى متوتر متضايق متعصب متنرفز مش عارف ينام، اسبوع بس اسبوع بس والدنيا هتتظبط معاه مدمن الحشيش. انما اي حاجه تانية خصوصا البرشام، ترامادول ده عامل زي البودره، ترامادول والتامول والامادول كل ده عامل زي البودره، اعراض انسحابه صعبه. الخمور طبعا انا قلت لكم عليه ان هي ممكن شخص يموت وهو بيعمل، وفي نسب كتيره بتموت وهي في مستشفيات وهي بتعمل، لان بيجي له حاجه اسمها مش عارف غيبوبه كلى وكبد، لان بيبقى كبده متدمر، فهو بيبقى مش بيعالج الكبد لان مش حاسس ان في مشكله، على طول جسمه في 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 خمره، الخمره بتقعد في الجسم فتره طويله، فممكن يقعد كل اسبوع يشرب ومش كل يوم، بس هو مدمن لان هي شغاله في جسمه. الحشيش برده كده، الحشيش برضو بيخش في الجسم برضو بيقعد فتره برضو مش لازم يشرب كل يوم، بس هو بينتهي ان هو يشرب كل يوم لما يكون ادمان شديد، بس ممكن مدمن الحشيش يبطل في البيت يعني. احنا في ناس مدمنين برشام خليناهم يبطلوا في البيت، انا اشتغلت الدكتور فتره يعني وما زلت، لما الاقي بس صحته كويسه وما عندوش امراض بكتب له على العلاج، ما انا عرفت الادويه خلاص، يقعد اسبوع في البيت اكله كويس غذوه كويس، سيبوه يتعصب سيبوه يتنرفز يعمل اللي هو عايزه، اسبوع بس يعدي، بيعدي الاسبوع بيبقى كويس، خلاص يا عم انت كده كويس، خفيت؟ لا ما خفيتش، لسه عندنا 4 شهور، لا انا كده بقيت كويس، خلاص براحتك بس هتقع تاني، بس انا مش عايز تقع بس انت هتقع تاني، ويقع تاني ويعيد تاني اسبوع، وبعدين بقول له لا خلاص روح مركز، ويخلص الاسبوع ويفتكر ان هو كويس، لا ما فيش ثقافه. العلاج بيقعد 4 شهور ليه؟ و6 شهور ليه؟ بيتعلم ازاي يقول لا، ودي مش سهله. بيتعلم ازاي قيمه جسمه، ازاي قيمه اسرته، ازاي قيمه اللي حواليه، ازاي قيمه الكنيسه، كل ده بيتعلمه واحدة واحدة، من أول ما يصحى الصبح يروق سريره يتعلم النظام بدل الهرجلة اللي كان عايش فيها، واحدة واحدة لحد ما بيتعلم حاجة اسمها 12 خطوة. أول خطوة أنا مش هشرحهم بس أقول لكم أول خطوة بس،
ان انا عاجز وفي قوة عليا هي اللي تقدر تخرجني من الادمان ده. القوة العليا دي بقى تطلع ربنا، تطلع حاجة تانية، لان البرنامج ده برنامج عام بيعالج اي حد مهما كانت ديانته. في حاجة اقوى منك هتخرجك طبعا، الشخص المسيحي بيخضع لبرنامج مسيحي في بعض المراكز، ففي حاجة تقدر تخرجك من ده. ايه هي؟ نتكلم معاك ربنا، انا ما اعرفش ايه هي، بس انا لازم التجئ لحد، ممكن يكون الشخص اللي انا بيعالجني، بس لازم حد يساعدني. حد عنده سؤال تاني قبل ما اتفضل؟ هل حد من الخدام انت قابلتهم وقع في التجربة دي، او حد كبار في السن وقع في التجربة دي؟ كبار سن كتير طبعا، كتير طبعا، ومخلفين وعيالهم كبار. بصوا انا بخدم في الزاوية الحمراء، انا اتربيت وتعلمت وعشت في الزاوية الحمراء، وبعدين رحت يعني عزلت في مكان تاني، بس لسه بخدم في الزاوية. في خدام، مش خدام وقعوا، في خدام بيشربوا سجاير يعني مش كتير يعني، بس في اخوات خدام كتير مدمنين، في اخوات خدام كتير مدمنين. ودي نقطة تخليني بس اقول حاجة صغيرة، ان احنا لما ابونا بيقول نخدم اورشليم اولا او الاسرة الاول، خلي بالك الاول من اخواتك، من بابا وماما، من ولاد خالك، من ولاد خالتك، خلي بالك من القريبين منك، اخدمهم كويس وبعدين شوف الدنيا عاملة ازاي بعد كده يعني. لان انا يعني خدام حلوين قوي، ويتصل بي يقول انا عايزك في حاجة شخصية، ايه هي؟ وما رضاش يقول في التليفون، وقابله بره يقول اصل انا اخويا دخل في الادمان. طب انت كنت فين؟ انت قاعد تخدم في الكنيسة وسايب اخوك؟ وبعدين يقول لي محدش يروح له غيرك، محدش يروح له غيرك. طب انا معايا جروب، وانا عشان ساكن في منطقة وعشان اروح كل شوية ده صعب، بس انا مضطر، في حاجة اسمها سرية وخصوصية. فطبعا المشكلة دي تقول ايه؟ ان احنا كخدام نخلي بالنا من اللي حوالينا اكتر. انا والدي توفى، ما كنتش بقعد معاه كتير، لان انا بقالي 8 سنين بره المنطقة. والدي كان لما انزل المنطقة هو يوم واحد في الاسبوع او يومين. خدمة الادمان عبارة عن افتقاد، فكان يقول اقعد معايا شويه، معلش يا بابا طب اخلص الافتقاد واجي لك. طبعا المدمن بيقعد يتكلم بالساعتين والثلاثه، فما كنتش بقعد مع بابا كتير. فرجعت بعد كده اتضايقت يعني، طب انا كنت قعدت معاه نص ساعه والباقي مع الولاد، طب كنت قعدت معاه ساعه والباقي مع الولاد. فما ننساش خدمه اورشليم، ده مهم جدا يعني. في ناس كبار في السن كتير مدمنين، علاجهم بيبقى صعب. ليه؟ عنده اسره بيصرف عليها، بيخاف لحسن عياله، جوز بنته، مرات ابنه، اللي حواليه يقولوا عليه ايه. فاحنا بنحاول نوصله ان ده مرض، طب قول لهم ان انت مسافر تتعالج في حته، طب قول لهم انت مسافر تشتغل في حته، فلازم بنشوف له حل يعني. في سمكريه، في دكاتره، في مهندسين، في الادمان موجود في كل حته. الكنائس اللي ما فيهاش خدمه ادمان، ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس انا اعتقد لو دورنا هنلاقي، اعتقد لو دورنا هنلاقي. ممكن تبقى منطقه نظيفه زي مصر الجديده، نظيفه زي الزيتون، زي مدينه نصر، لكن في كل منطقه فيها حته كده مش مظبوطه، ولاد البوابين، ولاد مش عارف مين، كل منطقه فيها حاجه حته مش مظبوطه يعني. ولو ما اسسناش اسره زي كده، او ما تعاملناش مع مدمنين، لازم نبقى فاهمين، عشان اللي قلت لكم عليه ان احنا نبقى فاهمين ان المدمن بيعدي على مراحل، اهي اديك فاهمها، وقف بقى. الواد ده ممكن يقع، طب اعمل معاه ايه؟ اديك دارس وعارف، فتخش بقى تتعامل معاه، تحتويه وتحبه. في ثلاث شروط اساسيه، الثلاث شروط دول خادم او خادمه بنتعامل مع مدمن او شخص عادي، دول ثلاث مبادئ اساسيه في الخدمه عندنا درسناهم. انا بتكلم عن خدمه الادمان، بس هي طبعا لازم تخصكم طبعا. اول حاجه التقبل. التقبل يعني انت اقبل ابنك المخدوم زي ما هو، زي ما هو. انا قاعد مع مدمن في اجتماع، هو كان خف يعني، مدمن متعافي، قال انا ربنا بيحبني زي ما انا، بيحبني وانا راكب التوك توك، بيحبني وانا بسمع اغاني، بيحبني وانا بصلي، ربنا بيحبني زي ما انا. انا دي شويه اعترضت عليها يعني، قلت له لا، ما يعني انت لازم تتقدم لربنا، ما تستسلمش وتقول ربنا بيحبني زي ما انا كده وخلاص كده والحياه جميله، لا. فلما قعدت مع كذا واحد، هو بيقول الرساله صح فعلا، ربنا بيحبه زي ما هو فعلا، فربنا بيحب المخدوم بتاعك زي ما هو. انت بقى حبه هو جوه الكنيسه بس، انت حبه هو حلو بس، وهو بيسمع كلام بس، لا. ما هو نفسه يبقى جوه الكنيسه بس مش عارف، نفسه يبقى جوه الكنيسه بس مش مقبول، انت مش قابله. التقبل اول مبدا، زي ما قال الخادم اللي اتكلم عن الرومان، عن الراعي الصالح، وكلمنا عن الراعي الصالح، لما تيجي تندهه باسمه ده مهم جدا. البنت اللي بتتهان في البيت وما يتنديش عليها باسمها، خد يا بنت، روحي يا بنت، اسمها، ويجي واحد يقول لها انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انت كل حاجه عندي، هتجري وراه.
ما هي شايفه اهانه. الولد اللي مالوش شخصيه ومالوش راي اي حد هيكبره هيجري وراه، وهي دي المشكله، مفيش حب واحتواء. فاول حاجه التقابل، اقبله زي ما هو، زي ما هو، مش هو السبب في شكله ده ولا سلوكه ده. تاني حاجه السريه، لو خادم طلع سر مخدوم هو خلاص انت كسرته، بقى كل الخدام وحشين، بقت الكنيسه وحشه، بقى ربنا وحش، بقى كل حاجه وحشه. السريه، هو اصلا بيشك في كل الناس ومش عايز يكلم مع حد، فلما يجي يكلمك تقوم انت ما تطلعش سره الا لما تستاذنه. انا لازم اشرك بابا وماما عشان يساعدوني في علاجك. طب بلاش بابا، قول لي ماما، لازم تزورك وتجيب لك فلوس وتجيب لك اكل ولازم تساعدني، معلش. فعلى مضض لازم يقتنع ان في حد يساعده. ده تاني مبدا السريه. تالت مبدا حق تقرير المصير، يعمل اللي هو عايزه، بس مش معنى كده انت مبسوط بيه، اديله حريه بس مقيده. يعني لو قالك مش عايز تعالج في المكان ده، عايز تعالج في المكان ده، ودي المكان اللي عايز تعالج فيه. انا عايزك يا مستر تقعد معايا بس مش في الكنيسه على القهوه، اصل انا مش بقعد على القهاوي. يا سيدي روح اقعد على القهوه، ربنا مش هيزعل منك، اقعد في غرزه بس ما تقعدش مع عيال بتشرب. انا محامي على فكره وبدرس كده يعني في بعض المراكز ازاي الخادم يخلي نفسه، يخلي باله من نفسه انه ما يقعدش مع مدمن وهو بيشرب. يعني الوقت انتهى. حق تقرير المصير ده مهم قوي، لما يحس انت سيبه بحريته لكن انت قابله في كل الاحوال، ده مهم قوي. يعني اخر حاجه يكون في علاقه مهنيه، اوعى يكون في مصلحه بينك وبين المخدوم، ان مثلا عايز اخوه يشغلك في حته او ان هو يستفاد منك في حته معينه. يعني انا ما بقولش الولاد ان انا محامي، يعني كنت الاول بقول ان انا محامي وامسك قضاياهم، لقيت نفسي مش ملتفت حوالين نفسي، قضاياهم كتير، ويعمل مشكله ويقول انا، ويقول للناس انا هجيب المحامي بتاعي ويكلمني واروح واجري وبتاع، بقى في علاقه نفعيه كده، العلاقه باظت. اجي اكلمه في العلاج اهو بياخدنا على قد عالي عشان ما ازعلش منه، عشان امشي ورا مصايبه بقى ودنيته، يعني عشان مصلحه. فما ينفعش اطلب منه حاجه عشان ما يكسرش عيني كخادم، وما ينفعش هو يبقى عايز حاجه معينه مني اساعده، لكن ما يبقاش محور العلاقه الموضوع دوت. يعني انا معلش الوقت انتهى، انا كنت المفروض اشغل الفيلم ونسال ونعمل في اسئله. طب ناخد كام سؤال؟ سؤال واحد، سؤالين، معلش. اتفضل يا مستر، اتفضل يا مستر، علي صوتك بقى كده. ها جروب سيرابي، الجروب سيرابي ده علاج جماعي بيتم. الجروب سيرابي ده ممكن يعمله ابونا. يعني ايه جروب سيرابي علاج جماعي؟ علاج جماعي ده بيحصل فيه ايه؟ بنعمل دايره كده، ده علاج ادمان او مشاكل نفسيه، بنعمل دايره وكل واحد يخرج اللي جواه. مش لازم حد يقوله على حل، بس مجرد ان يخرج اللي جواه هو بيرتاح. وفي شروط للقعده دي، يعني ايه؟ يعني محدش يقاطع حد، محدش يعلق على حد. عايز تقول كلمه ايجابيه قول، لكن ما تقولش اكتر، ما تقولوش ده انا شفت اكتر منك. لما تيجي تقول انا شفت اكتر منك او تعرضت لمشاكل اكتر منك، معناها انك بتقلل من مستوى الالم بتاعه، ان هو ايه اللي انت شفته ده؟ يعني ده انت ما تجيش قد حاجه. وعشان الخادم لما يقعد مع حد عنده مشاكل يقول يا عم ده في ده انت ارحم من ناس كتير، ده ما اعرفش ايه وبتاع، انت ليه بتقلل من المي؟ ليه بتقلل من وجعي؟ اشترك معاه. عشان كده دايما الكلمه المعزيه جدا او اللي تريح جدا لما يكون حد مات له حد او حصل معاه مشكله او مصيبه كبيره، يعني نحاول نبعد عن شويه. ايه انت كده ربنا يزعل منك، الراجل ما يعيطش، انا ما اعرفش ايه الكلام ده كله كلام يعني. انما لما تيجي تقول انا حاسس بيك وتحضنه، او انا مقدر اللي انت بتقوله، انا ما اعرفش لو كان حصل معايا كده كنت هتصرف ازاي، ده الكلام الصح. انا ابني كان بيعيط من فتره، انا مراتي سايكولوجيست يعني، فابني كان بيعيط، فانا بقول له لا هتعيط، لسه هقول له الراجل ما يعيطش، لسه هقول له، هي حافظه بقى دماغي، عيط يا حبيبي، عيط عيط، تعال احكي لي ايه الموضوع، عيط. اما بيعيط يعني علميا بيقولوا في ماده بتخرج من المخ في الدموع بتهدي الوجع، ده حقيقه. خلي اي حد عايز يعيط يعيط، يزعق. في جروب بنعمله اسمه هيرا ناو، هيرا ناو يعني دلوقتي والان، بنعبر عن مشاعرنا. احنا كناس بتعالج ادمان بيخلونا الاول لازم نفهم نفسنا، فبنخرج اللي جوانا ونتكلم ونساعد بعض ونشارك بعض. موضوع كبير يعني مش صغير يعني. في سؤال تاني ولا كده خلاص؟ اختي بس اخر واحد، سوري اتفضلي. لكن مثلا ايه الدور بقى الايجابي؟ يعني انا اوصله ازاي بحد يعالجه؟ يعني ساعات ببقى عايزه اساعده مش عارفه اساعده. هو لو وثق فيا او حبني قوي اللي هقوله عليه يمشي زي الالف،
اول حاجه يحبني ويتواصل معايا، ويبقى انا بالنسبه له ايه، اقول له يمين يمين شمال شمال، لان زي ما اتعامل فيه كده اتقال له خد جرب دي حلوه فسمع الكلام، فهو برضه هيمشي معايا. انت مشكلتك محتاج علاج. لا انا مش محتاج لعلاج. فانا اماكن العلاج كتير، اماكن العلاج كتير. تليفوني مع استاذ رشدي ممكن حد يتصل بيه اقول له ودي فين حسب الحاله، بس في مكانين اساسيين، في مكان اللي هو جوه العذراء والقديس اثناسيوس، كنيسه العذراء والقديس اثناسيوس، نفس السور جنبها مركز مرموس، جوه مركز ادمان، اجازه السبت وحد وبيت الايام شغال 26 26 168، ده تليفونه. بس في اتنين قبل كده يعني هبقى اسيب البيانات. في مركز الحريه كمان بيعالج. اهم حاجه بس عشان هو يقول انا عايز اتعالج، دي اخطر خطوه، ان هو يقول انا عايز اتعالج دي اخطر خطوه. انا بقالي 10 سنين مع واحد مش عايز يقول عايز اتعالج، 10 سنين وما زهقتش من الخدمه دي، مش عايز واحد يزهق. فلازم يقول عايز اتعالج. يقول عايز اتعالج ازاي؟ خليه هو يحط ايده على المشكله. انا بختم خلاص. خليه هو يحط ايده على المشكله. يعني يحط ايده على المشكله، يعني انت دلوقتي عندك 35 سنه ما اتجوزتش ليه؟ اصل ما فيش فلوس. ازاي وانت بتاخد 3000 جنيه في الشهر؟ اصل انا بصرف كتير. طب تعالى بقى قول لي بقى بتصرف عليه وبتاع، اصل الحشيش مش عارف ايه وبتاع. طب هنعمل ايه في الموضوع دوت؟ يبقى لازم نبطل حشيش. يعني خليه هو اللي يشوف الحل، خليه هو اللي يكتشف المشكله. انت ليه علاقتك متوتره كده؟ اصل انا لما ببقى ضارب ما بشوفش. خليه يحس ان المشكله في الضرب. حط ايده على المشكله من غير ما تقول له مشكلتك كذا. ده العلاج، ده الصح. بعد كده هيمشي وراك لما يحبك ويحتوي وتحتويه. يعني انا اسف، يعني اسف يعني. شكرا خالص 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 لاستاذنا الكبير، شكرا خالص استاذ شكري طلعت. ودي يعني حاجه تذكاريه كده من كنيسه